الحمد لله يعني ما اعتقدش ان في حد بتحول من الضغط اللي عليه لشغل والنجاح الحمد لله قد يعني 6 شهور كانوا ضغط كله كان عليا وكذب كتير وكلام غريب جدا. هم ولادي حبايبي طبعا دول اهم حاجه بالنسبه لي، وانا طول عمري قلت دايما عايش ليهم، هم اهم حاجه عندي في حياتي. فالحمد لله انا ركزت في الشغل وركزت في ان انا اشتغل. انا مش عايز ارد على حد على فكره ولا برد على حد، و 17 سنه بشتغل وبنجح، ما مفكرتش ارد على حد. انا دايما بجتهد ان انا اكون في المقدمه، ده المهم بالنسبه لي. واعتقد ابلغ رد الجوائز النهارده اللي بتتاخد، كمان 6 اغاني في البوم حاله خاصه جدا لالهام، 8 اغاني لهيثم شاكر، مهموم لكينج محمد منير، 500 الحماقي، اصاله جابوا سيرته. الحمد لله كلها نجاحات في 6 شهور في فتره صعبه جدا. وفي النص في اغاني تانية، يعني في اغاني تانية نزلت لناس كتير طبعا، فنان مصطفى قمر عارف اغنيه عارف، وفي لشرنوبي كذا اغنيه، وفي اكتر من حد، في احمد جمال، وفي كمان شغل ان شاء الله الفتره الجايه.